بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في بارت 10 من شابتر 7 اللي هو الديزاين بتاع الريتينينج وول، وهنتكلم النهاردة على كولوم ايرث بريشر. احنا خدنا المرة اللي فاتت النظرية بتاعت رانكن، وقلنا في حالة الاكتيف والباسيف بس أهم حاجة يبقى عندي الحيطة رأسية والتربة أفقية. حتى لما خدنا التربة مايلة اتكلمنا وقلنا ان هتختلف فيها الكي بتاعتي، لكن لو انا عندي التربة مايلة وكمان الحيطة مايلة للأسف رانكن مش هنقدر نطبقها، فبنطبق طريقة مين؟ طريقة كولوم. الفروض بتاعها بيقول ان الفيل ماتيريال از جرانيولي سايل، والفريكشن ما بين الول والفيل ماتيريال لازم يعني بعتبر ان في هنا احتكاك ما بين التربة وما بين الحيطة بتاعتي. طيب الفكرة ببساطة، الشغل كله بيبقى شغل بياني، ان انا برسم الحيطة بتاعتي بسكيل كويس وببتدي اخد ويدج. هنا حتى هي الطريقة ساعات بيسموها اقول لك الويدج ميثود، باخد الويدج ده وابتدي احسب الوزن بتاعه. الوزن بتاعه اللي هو الدبليو عبارة عن المساحة بتاعته في واحد متر اللي في الاتجاه الاخر مع مضروبة في الكثافة بتاعت الصويل، وارسمه خط رأسي هنا هو. وبعدين الوزن ده مين اللي بيقاومه؟ بيقاومه حاجتين، بيقاومه اولا البي اكتف او الفورس بقى اللي احنا عايزين نجيبها ديت، وبيقاوم ما بينها اللي هي الار اللي هي محصلة الاس والان بتاعت ما بين الويدج ده وما بين الصويل بتاعتي. دي بتبقى مايلة بزاوية مين؟ فاي. والويدج بتاعتي لو فرضت ان هو بزاوية ثيتا، فانا باخد هنا خط اللي هو الار بتاعي دوت بزاوية بتساوي كام؟ بتساوي سيتا ناقص مين؟ ناقص فاي. حلو؟ واخد خط هنا. ومن النقطة الأخيرة بتاعت الدبليو، ما أنا عارف قيمة الدبليو، هبتدي أخد خط برضك يوازي البي. طب البي ديت هي بتميل بزاوية اسمها دلتا. أقول له طيب يبقى أنا هاخد مين؟ بيتا ناقص دلتا، وراح واخد الإيه الخط ده. تتقاطعوا في نقطة. قدرت من هنا لو أنا رسمت أو حسبت رسمت بسكيل وحسبت السكيل بتاعي أقدر أجيب البي أكتيف، أقول له يبقى الوجه الأولاني البي اكتف بتاعته قيمه كذا. ابتدي اعمل ترايل تاني وترايل تالت وابتدي اجيب كل مره البي اكتف وابتدي ارسم العلاقه. اقصى قيمه عندي هي دي البي اكتف اللي انا عايز احسبها. برضك ممكن احسب البي اكتف بتاعتي مباشره بنص كي اكتف في جاما في اتش سكوير. انا تمام ده العادي القانون بتاعنا، لكن المشكله في الكي اكتف. في الكي اكتف القانون بتاعها اللي هو الكبير اللي انت شايفه دوت، اقدر احسب منه الكي اكتف بدل ما ارسم واطلع منه البي اكتف بتاعتي. طيب السؤال بقى، لو في عندي سيريت شارج اقول له خلاص في عندي ده ايرث بريشر وايرث بريشر هنا، كي اكتف والكي اكتف. انهي كي اكتف؟ اللي احنا حاسبينها من شويه، مضروبه في كيو في ساين سكوير بيتا اللي هي زاويه مين؟ مين الحائط بتاعتي، في ساين مين بيتا زائد الفا. الفا اللي هي زاويه مين؟ ميل الايه التراب بتاعي. وده بالنسبه لتاثير مين؟ تاثير الكيو. طب تاثير البريشر بتاعي عباره عن كي اكتف في جاما في اتش في ساين مين بيتا، وابتدي اجيب المحصله بتاعتهم. طيب لو انا عايز احسب بقى الباسيف بطريقه برضك مين؟ بطريقه كولوم، نفس الفكره. هبتدي اختار ويدجز زي ما انت شايفه، بس الفكره ايه بقى؟ ان الار بتاعي هيبقى اتجاهه كده، فالزاويه بتاعتي اللي انا هطلع بيها الار عباره عن سيتا واحد اللي هي الويدج زاويه الويدج اللي انت اخترتها زائد فاي وليست ماينس. ونفس الكلام البي باسيف هتبقى اتجاهها كده، فالبي باسيف هتاخدها بزاويه مين؟ البيتا زائد دلتا وليست ناقص مين؟ دلتا. بيتا اللي هي مين؟ زاويه الحيطه، ودلتا اللي هي زاويه بتاعت مين او الاحتكاك ما بين مين؟ الحيطه ومين؟ السويل. لكن هنا فاي هي زاويه الاحتكاك ما بين السويل والايه؟ والسويل. نفس القصه، رسمت بسكيل يبقى اقدر اطلع البي باسيف ولا لا؟ طلعت قيمه، ابتدي اختار ويدج تاني واجيب وزن تاني وارسم رسمه تانيه ورسمه تالته ورسمه رابعه لحد ما ارسم العلاقه بتاعتي، وبعد ما ارسم العلاقه اخد اقل قيمه يبقى هي دي البي باسيف. طب لو مش عايز اعمل الكلام دوت خلاص احسب الكي باسيف بتاعتي بتساوي ساين سكوير بيتا ناقص فاي بالقانون اللي هو اللي انت شايفه ده. وبكده يبقى انت خدت الكيسز المختلفه في حساب الفورسز على الريتيننج جول. يتبقى ليا ان انا ابتدي ايه اصمم الريتيننج جول، وده اللي هنشوفه في الاجزاء القادمه ان شاء الله.